السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. ياكم سيد حسين عالم أبل للتعلم على الآيفون. قبل أن أبتدي أضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. طبعا اليوم يا شباب عندي لكم برنامج جميل وراح يفيد أغلب المستخدمين أجهزة الآيفون وأيضا أجهزة الآيباد. البرنامج هو عبارة عن يحذف الصور المتكررة في هاتفك. اسم البرنامج فوتو كلينر. رابط البرنامج راح تلاقونه أول رابط في التعليق المثبت وأول رابط في الوصف. فندخل على البرنامج. بعد التنزيل راح يجيلك على طول يود فوتو كلينر بإرسال الإشعارات إليك. أنت كيفك؟ فأنا اخترت السماح. راح يطلع لنا أول خيار فوق اسمه فوتو كلينر، ثاني خيار باك أب للصور، يعني يسوي باك أب، تسوي توقع حساب في البرنامج، وبعد ما تسوي حساب في البرنامج تسوي عملية النسخ الاحتياطي للصور وتسوي لهم ديليت أول. وبعدين بعد ما تقوم بإعادة تعيين الجهاز أو فرمته أو اللي تسمونه سموه، تفتح البرنامج وتدخل حسابك وتسوي ريتيرن حق الصور السابقة. فإحنا شغلتنا نحذف الصور المتكررة. نضغط على كلمة فوتو كلينر، راح يقول لك يرغب فوتو كلينر بالوصول إلى الصور الخاصة بك. نضغط موافق. راح يطلع لك الصور المتكررة. بس ها شباب، الصور المتكررة ما راح تكون كلها نفس الشغلة، يعني مو كل الصور راح تكون متشابهة جدا. يعني في صورة مثلا نفسها نفس المكان بس فرق في شيء بسيط، البرنامج هذا راح يحسب ان هذه الصورة متكررة فراح يحذفها. طبعا راح البرنامج بنفسه يحدد لك على صورة في الجهاز، وطبعا البرنامج آمن 100%. راح يحدد لك على صورة واحدة، يعني يخلي لك صورة واحدة في الجهاز ويحذف لك الصور المتكررة منها. فللحذف فوق على اليمين راح نلاحظ رسمة مالت عزكم الله كاربج أو اللي تسمونه سموه. نضغط عليها. بعد ما نضغط عليها راح يقول السماح لفوتو كلينر بحذف العناصر اللي انت بتحذفها. انا عندي 6 عناصر، انتون ما ادري كم، فنسوي حذف. مثل ما تشوفون قام بحذف الصور. فهذا هو ابسط برنامج في الابل ستور يقوم بعمل هذه الشغلة. فيا شباب وصلنا للختام، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.